بسم الله الرحمن الرحيم. السيد معتمد صفاقس الشمالية سي عمار التيفي، السيد نائب رئيس جامعة جلوب يونيفرسيتي مس أندري أولسون، يو آر ويلكم. زملائي الأساتذة، أيها الحضور الكريم، أرحب بكم جميعا وأشكركم على تلبية الدعوة. نشأت فكرة تأسيس جماعة ذات إشعاع دولي قبل أكثر من سنتين في اجتماع عقمني مع بعض الزملاء ذوي التجربة الواسعة في التعليم العالي والبحث العلمي مع بعض الصناعيين. تناولت هذه اللقاءات مواطن الضعف في التعليم العالي، كما أشارت إليها دراسات مختلفة، وقد كانت المهارات التالية من ضمن العناصر التي تبين أنه يتعين التركيز على تطويرها عند الطالب. معناها الفكرة بتاع بعث مؤسسة جامعية، معناها في القطاع الخاص، فكرة بتاع تكامل مع الحاضر الموجود في التعليم العالي العمومي. من العناصر اللي يتعين التركيز على تطويرها التفكير النقدي، المهارات التحليلية، القدرة على حل الإشكاليات، الإبداع، الإنوفاسيون، الروح القيادية، leadership. هو في المجموعة نتاعنا ذوما لي soft skills. Généralement, il y a quelque part un besoin à intensifier le développement de ces compétences d'une façon générale. عندما أثيرت نقطة تأسيس الجامعة، توجه النقاش إلى النمط الشمال الأمريكي، معناها كندا والولايات المتحدة، لأنه يعمل على تحقيق المهارات الخمس سالفة الذكر بنجاعة فائقة، مع امتيازه بالتركيز على البحث العلمي والتطوير كأداتين للارتقاء بجودة التعليم. Je m'excuse toujours que d'ouvrir des parenthèses en français. L'amélioration continue de la qualité d'une façon générale est quelque chose qui ancré dans nos pensées. Et c'est quelque chose que nous cherchons à adopté régulièrement au niveau de cette université que nous comptons bien sûr développer. هذا كما يمتاز هذا النمط بالعلاقة المتينة بين الجامعة والصناعة ومختلف المؤسسات بما يثري الرصيد المعرفي والتطبيقي. معناها العلاقة الوطيدة اللي احنا ديما نقول عليها بين الجامعة والمحيط، هذه العلاقة مجسمة. مجسمة سي ان انغاجمون، فوز الي لو كونستاتي اترافير لي زاندستريال سي بريزون لي ديفيرون اورغانيزم. معنا البريزيدون سيكسيون ريجيونال دو لي سي او سي احمد المسعودي، شرفنا حضوره هنا معنا. معناها لونغاجمون دي بروفيسيونيل اي دي زاندستريال Et c'est quelque chose aussi d'essentiel pour notre projet d'université privée à Sfax. هذا وناقشنا أهمية أن تكون الجامعة على منذ نشأتها تعمل في إطار التكامل والتعاون مع غيرها من الفاعلين الاقتصاديين، مؤسسات عمومية، مؤسسات صناعية، هياكل مهنية. هياكل مهنية كوم جو فيان دو لو سيتي لي اس اي او لوردر دي زيكسبير كونتابل لي اوبيراتور دو لا بروفيسيون بانكير اكسيتيرا، معناها سون اتر اكزوستيف. هذه العلاقة المتينة تتعدى التراتيب الإدارية والتنظيمية لتشمل الدخول إلى القسم وإلى المخبر، حيث نحرص على أن يشارك أصحاب الكفاءات المهنية كالتدريس عبر دروس مكثفة أو ورشات عمل في إطار ما يسمح به قانون التعليم العالي في تونس بصفة عامة. معناها لي بروفيسيونيل سون امبليكي او نيفو دو ليلابوراسيون دي فورماسيون كي ايمان جينيرالمون دان بزوان، معناها دو سي بروفيسيونيل، اي إل انترفيان او نيفو دي زونسينمون اومام. دونك سي اون امبليكاسيون totale. Et d'ailleurs, on parle ici plus de co-construction, de formation. Je vais vous dire que
نخص بالذكر منها. معناها اي سي اون بروميير جو بو لانونسي ici, سي اون بروميير اسفاكس كون اي اون فورماسيون انتيرمون اسوري اون انغلي, اون فورماسيون تاع باتشلر اوف بزنس ادمنستريشن. سي لا بروميير فورماسيون كي اسفاكس و elle sera assurée par des intervenants معناها issus des universités, des grandes universités nord-américaines, que ce soit qu'ils soient tunisiens ou de nationalité étrangère, et que donc nous cherchons à ce que cette expérience vraiment reflète une qualité de formation et reflète une bonne pratique qui bien sûr va être disséminée par après. Il y a aussi, nous avons d'autres formations, principalement des formations au niveau master. Nous avons un master CCA, qui, CCA, comptabilité et contrôle audit, qui couvre plus que 70% de la formation préparation à la révision comptable, et pour lequel nous comptons associer le complément, c'est-à-dire les 30% qui restent, pour couvrir toute la formation de la révision comptable, pour garantir le maximum de chances pour nos étudiants, pour bien sûr réussir le concours de révision comptable. Parce que les textes récents permettent aux détenteurs de master de comptabilité de passer le concours de révision comptable. Et nous misons par rapport à cette formation, bien sûr, avec des compétences qu'on va attirer au niveau des professionnels experts comptables et au niveau des collègues enseignants. Nous avons aussi un master MBA, Master of Business Administration, bien sûr, comme continuité du bachelor degree, et assez généraliste, c'est-à-dire que là, c'est en complémentarité avec le MBA existant déjà à RIT, l'International Institute of Technology. Et nous avons aussi un master en intégré en qualité, hygiène, sécurité, environnement. Ce master est aussi développé avec les professionnels. Et bien sûr, les professionnels vont intervenir. Et nous avons, pour la plupart des formations, des certifications associées. Non seulement l'étudiant aura son propre master, mais greffé là-dessus quelques certifications internationales qui, bien sûr, maximiseraient les chances d'employabilité de nos étudiants à l'international, bien sûr, sans oublier les besoins locaux, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. مرة أخرى أرحب بكم في جامعاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله. نشكل الكلمة الآن إلى زميلي وصديقي دكتور شفيق عبيد لمساهمة باش حتى زادا نفهموا مع بعضنا تموقع 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 بوزيسيونمون دو نوفو بروجي ISB, l'International School of Business, par rapport au projet déjà existant, l'International Institute of Technology. Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hadarat al-Ziyuf al-Afadil, ayyuha al-Mala al-Kareem, awaddu ubadi'a al-Dibid, an urahiba bisikum jami'an, wa bisim kulli al-amilin bil-jami'a shamal amerikiya al-khassa, بالسادة الكرام الذين لبوا دعوتنا وشرفونا بحضورهم, وهم السادة السيد عمار الطيفي معتمد سعيد الزير, سيد سيدة أندريا أولسون نائبة رئيس جامعة جلوب يونيفرسيتي, ويلكم اجين فور دكتور أندريا أولسون, السادة الصحفيين, فشكرا لكل الحاضرين على البيت هذه الدعوة. كان بعث جامعة الشمال الأمريكية الخاصة الذي تزامن مع نجاح الثورة التونسية مبادرة تساهم في بناء تونس الجديدة, تونس ما بعد الثورة, بخلق جامعة خاصة تعتمد المقاربة الشمال الأمريكية مثل ما تفضل الدكتور حبيب شرشوب في التعليم, في البحث العلمي, وأيضا في التشارك مع الخبرات في المجتمع الصناعي. وهذا استئناس بالتجارب الناجحة في كندا والولايات المتحدة الأمريكية
حيث تحتل الجامعات الخاصة مثل MIT وهارفارد على أعلى الترتيب العالمي، وتعاد إلى جانب عدة جامعات شمال أمريكا أخرى مثالا للجدوى والنجاح. فهذا الاختيار كان على أساس أن المنهاج الشمال الأمريكي يركز على المهارات أكثر منه في تركيزه على المعلومات لدى الطلبة. فمؤسسات التعليم العالي الخاص الناجحة هي في اعتقادنا دعم التعليم العمومي الموجود في تونس لقدرتها على تقديم القيمة المضافة وتوفير النموذج أو المناخ الناجح سواء في التعليم أو البحث العلمي، وهي نماذج يمكن اعتمادها أيضا بعد نجاحها في التعليم العمومي أيضا. هذا هو الإطار الذي نشأت فيه فكرة تجربة إنشاء الجامعة الشمال أمريكية الخاصة التي تحتفل اليوم بمرور سنة على بعث المدرسة العليا الدولية للتكنولوجيا IIT Institute of International Technology، وكذلك أيضا بتدشين المؤسسة الثانية وهي المدرسة العليا الدولية الخاصة للأعمال ISB International School of Business التي تحتفل اليوم بانطلاق أعمالها ونتمنى لها النجاح أيضا. ولا يسعني في إطار تقييم تجربة السنة الأولى خاصة مع IIT إلى أن أشير إلى حجم التحديات التي حرصنا على رفعها والصعوبات أيضا التي واجهناها خاصة في ظروف ما بعد الثورة، وكذلك النجاحات التي حققناها. ومن بين التحديات نذكر فكرة زرع ثقافة التقييم المستمر Evaluation Continue لإطار التدريس من طرف الطلبة المعنيين ومن خلال أيضا إعداد المدرسين لملف لكل مادة أو ما يعبر عنه بالكورس فايل، فكل مادة فيها ما يعبر عنه الكورس فايل لتقييم العمل وأيضا لإنجاحه أو على الأقل لتنميته وتحسينه. وكذلك أيضا من خلال إعداد مشروع صغير أو ما يسمى بالميني بروجكت لكل وحدة تدريس وحث المدرسين على التقيد بهذه الأساليب الجديدة وهي خاصة مختلفة على المنهاج الذي موجود في تونس وهو المنهاج الأوروبي. كل ذلك في إطار منهج تعليمي جديد لا يكتفي بتبليغ الزاد المعرفي اللي هما الكونيسانس، بل أيضا على تطوير الزاد المهاري لدى الطلبة المتقبلين، فيكون هنا على الكمبيتانس الفورماسيون أورينتي كونيسانس versus فورماسيون أورينتي كونيسانس. فإحنا نركزوا على الكمبيتانس أكثر منها على الكونيسانس، ولكن ما ننساش أيضا الكونيسانس اللي هي أيضا هامة، المعرفة اللي هي تكون هامة عند الطالب في الجامعة. خلاصة القول حضرات الضيوف الكرام أننا حملت مشروع طموح ومتكامل يهدف إلى بعث خط جامعي بكل مكوناته، نتمنى أن يكون جاهزا في ظرف وجيز، فيكون هو مركب جامعي تكون فيه مدرسة العليا الدولية للهندسة ثم للإدارة ثم مدرسة أخرى مع المبيت الجامعي والأمور كاملة على أساس يكون مركب جامعي خاص. ويقيننا أن نجاح مثل هذا المشروع يبقى رهين ما ستبديه عدة أطراف جامعية أخرى خاصة عمومية كانت أو خاصة من قدرة على تجاوز عقلية المنافسة العقيمة، فإحنا ما جينا للمنافسة فقط ولكن لإحلال قيم التعاون والتآزر والتكامل محلها بما فيه خير لجهة صفاقس خاصة والجنوب التونسي عامة. وأود قبل أن أختم كلمتي هذه إلى أن أشير أن الجامعة الشمال الأمريكية الخاصة بكل مكوناتها قد وضعت أسس سياسية جديدة تقوم على تشجيع المتفوقين في الدراسة، وذلك من خلال إعفائهم من دفع معاليم الدراسة بنسب متفاوتة تصل إلى 50% منها، واحتضان أيضا الطلبة من ذوي الدخل الضعيف أو من ذوي الاحتياجات الخاصة بإعفائهم تماما من دفع هذه المعاليم، وهذا ما عندنا في السنة هذه أيضا. مرة أخرى أجدد شكري لكم على تلبية دعوتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good afternoon. This is my second visit to Tunisia and the second time that I have the privilege of contributing to the launching of an innovative Tunisian project. A year ago, last summer, when IIT, International Institute of Technology, was launched, I'm happy to be here 12 months later
with the opening of IIT's sister school, the International School of Business. I am very privileged to be able to support the opening of the ISB, and I am very pleased to be supported and welcomed with the Tunisian hospitality, and I'm very impressed with the efficiency and the perfection of the people here and their ability to launch such an innovative project. I'm pleased to be here tonight and participate with you, all of you, and the very distinguished guest. And I'm bringing greetings and well wishes from Mr. Terry Meyer, President of Globe University, and from the Accrediting Council for Independent Colleges and Schools in Washington, D.C., in the United States. Globe College was originally founded in 1885, and its long history has always been its School of Business. The school was obtained by Terry Meyer and his father, Helmer Meyer, in 1972, and became the university in 2005. They also acquired and still have the Minnesota School of Business, and business still makes up one-third of all of its academic programs through the doctoral level. Bringing also our greetings from Washington, D.C., and people in the United States who are recognized by the U.S. Department of Education under ACICS accreditation. ACICS accredits over 850 schools, including many international schools. We're looking further with collaboration and looking to potentially have U.S. accreditation of ISB. This would help for peer review, quality assurance, and a very healthy relationship among the people of Tunisia with the business people and academies in the U.S. I have had the pleasure of knowing Professor Habib since he held a conference with us in Minnesota 3 years ago, and with Dr. Shafiq for nearly 3 years. We began working together because we saw that we had a common spirit, a spirit that believed in the development of people through education so that we could build sustainable workforce and, more importantly, self-sustaining communities of people throughout the world. Our intent is to continue working and contributing to the success of both IIT and now ISB, led by the academics at the high level of Professor Haman, Dr. Bibb, and Professor Shashu. And we're hoping to explore these avenues with others in Tunisia. We anticipate that our collaboration with ISB will be as successful as our initial collaboration with ITT. So again, I would like to congratulate everyone who has been involved on making this project of ISB a reality, beginning this evening with its inauguration. And I would like to thank the people who have spoken with me and met with me the past few days and expressed the wonderful Tunisian hospitality. What we're hoping to do is maintain the excellence of IIT's past year performance with ISB, and helping to support and enable these academic institutions to attract global interest from faculties and students and highly recognized academic institutions and research centers who want to improve world markets through innovative collaborations
I thank you for being invited to meet with you this evening. Donc là vous êtes peut-être c'est-à-dire on fait ensemble le constat de la dimension internationale de la North American University avec ces deux composantes IIT et ISV. Je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à nos collègues de l'Université d'Abidjan ici présents qui nous ont aussi honorés par leur présence ici présents. Nous avons aussi des collègues aussi de l'Université d'Hongrie ici présents. En fait, c'est une boule de neige qui va se former avec nos partenariats à l'international et c'est pourquoi cette dimension est très importante. Donc, passons d'une dimension à l'autre, on va aller à la dimension industrielle, pratique, nos partenaires privilégiés, nos associés. Je cède la parole à notre ami Siani Nabit pour me faire part d'une de son implication. Salam alaikum. Donc, alors, félicitations pour Siani. بسم الله الرحمن الرحيم ضيوفنا الكرام حضرات السادة والسيدات يطيب لي أن أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي الصناعيين المؤسسين للجامعة الشمال الأمريكية الخاصة بفرعيها بالشكر الجزيل لكل من لبى دعوتنا وشاركنا حظنا هذا احتفاء ببعث المدرسة العليا الدولية الخاصة بالأعمال التي نتمنى للمشرفين عليها النجاح والتوفيق فإيماننا الراسخ بضرورة تمكين الصلة بين الصناعيين من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى هو الذي دفعنا إلى الإسهام في خلق الجامعة الشمال الأمريكية الخاصة. ولا يخفى على الجميع أن التعليم العالي بجزئيه العام والخاص لا يمكن أن يتطور وينمو دون أن يكون على علاقة دائمة ومتفائلة مع الوسط الصناعي المحيط به. فتجارب الدول الصناعية المتطورة تثبت مدى جدوى هذا التوجه ومدى النفع الذي يحصل للطرفين الجامعي والصناعي من هذا الترابط الحيوي. فبلادنا أيها السادة بحاجة إلى بعث مثل هذه المبادرات اليوم أكثر من أي وقت مضى في ظل التحديات التي تواجهها. وكما أشار زميلين الأساتذة الشقيق عبيد ورحيم شفشوك فإن النجاحات التي تحققها الجامعات الخاصة تشكل حافزا للجامعات العمومية مما توفره من نماذج حية لتطوير الطرق التعليمية وأساليب البحث العلمي لما فيه الخير للجميع. فهاجسنا الأول والأساسي عند اقتحامنا لهذه التجربة هو الإسهام بما يتوفر لدينا من إمكانيات مادية ولوجستية في تطوير التعليم العالي عامة لفرعيه العمومي والخاص. إيماننا منا أنه السبيل الوحيد القادر على خلق التنمية وجعل بلادنا قادرة على تقديم القيمة المضافة على المستوى العالمي. فإمكاناتنا البشرية المبدعة والخلاقة متوفرة وقادرة على الأفضل إذا ما أحطنا بها ووضعنا على ذمتها ما تحتاجه من ظروف عمل طيبة. هذه أيها السادة بعض الخواطر التي أردت أن أسلم بها في هذا الحفل وأتمنى أن تجد هذه المؤسسات الجامعية الخاصة الفتية كل الدعم من صورة الإشراف ومن بقية المؤسسات الجامعية العمومية. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا سي أمين. كما قلنا في البداية دونك اندستريال un représentant du corps professionnel, professoral plutôt académique universitaire. Le professeur Abdelfattah Triki pour un petit mot pour représenter les enseignants. En fait, professeur Abdelfattah Triki lui aussi est diplômé d'université anglophone et il va se charger de la Bachelor of Business Administration, donc c'est le responsable académique
de cette formation anglophone. أخواني أخواتي، باسم الأساتذة المنخرطين في هذا المشروع الطموح، أتقدم للفريق المؤسس وعلى رأسهم الأستاذ الحبيب شبشوب بأصدق تمنياتنا بالنجاح رجينا من الله أن يسدد خطانا في سبيل تكوين جيل جديد من الشباب الذي يتحلى بروح المبادرة والمسؤولية. هدفنا هو تكوين إطارات كفأة قادرة على تشخيص الوضع وإيجاد الحلول الملائمة بفضل زاد علمي تدمج فيه المعرفة النظرية بالحنكة التجريبية. نستقيها إن شاء الله من أحدث التطورات العلمية في ميدان العلوم الإدارية. فكلنا عازمون إن شاء الله على تثمين تجربتنا التي اكتسبناها طيلة السنين التي قضيناها في خدمة التعليم العالي والبحث العلمي بالمؤسسات الحكومية ودعم جوانبها الإيجابية وكذلك استخلاص العبرة من هذه الدروس حتى نتفادى بعض النقائص التي عشناها في النسق الرسمي الحكومي. كمان نصب إن شاء الله إلى دعم العمل الجماعي teamwork بحيث نركز على قدر الإمكان على التنسيق بين المدرسين وتقليل الصعوبات التي قد تعترضهم في أداء واجبهم وحثهم على العمل الدؤوب وتشجيعهم خاصة على الإضافة والخلق والتجديد في الأساليب البيداغوجية. كما نسعى إن شاء الله إلى المساهمة في تكوين هؤلاء الشباب حتى يرتقوا إلى أعلى المراتب تمكنهم من مواكبة البحوث العلمية الحديثة حتى تصبح هذه المؤسسة الجديدة منارة علمية تجلب الكفاءات على مستوى الأفريقي وعلى المستوى المتوسطي ولماذا على المستوى العالمي. فكلنا أمل بأن تصبح هذه المؤسسة مركزا للإنتاج المعرفي والإنتاج العلمي، حيث نعرف أن لدينا الكثير من الأساتذة القادرين على ذلك ومنهم الأخ الحبيب شبشوب. بالمناسبة نهنيه ونحييه على الحلم اللي أصبح اليوم حقيقة، لأنه في الحقيقة كانت فكرة معناها تخامرنا لمدة سنين، وجل النقاشات حول المشروع كانت تدور حول طاولات معناها وعلاقات صداقة وعائلية، والحمد لله اليوم تصبح واقع، لأنه بالفعل السبب كما سي الحبيب شبشوب اللي عندهم تبارك الله في رصيدهم عشرات الرسائل الماجستير وعشرات الرسائل الدكتوراه المنجزة، والتي أفضت كما تعرفون إلى نشر معناها نشر بحوث علمية في مجلات ذات قيمة ثابتة ومعروفة على مستوى العلم بحيث، والحمد لله وخاصة كما بين الأخوان اليوم بتفتح المؤسسة هذه في إن شاء الله بعثها اليوم على أفريقيا على أوروبا على أمريكا. أنا متأكد إن شاء الله باش تكون مؤسسة ناجحة. وهنا زاد بالمناسبة كنت سعيد أن أرى بعض الطلبة الذين درسوا في TBS تونس بيزنس سكول بالمروج، واللي يطمحوا في أن يواصلوا
دروسهم بالماجستير بسنعص، بحيث الفرنسية يجمو يصبحوا يكون عندهم مدرسة عالية للتجارة ناطقة باللغة الإنجليزية على مستوى الجهة، وإن شاء الله تصبح منار للمنارات العلمية بالجهة. تسمحوني باش نعمل كلمتين، الأستاذ طلب مني باش نرحبوا بالأستاذة أندريا أولسن. This is just to say that we are very pleased to welcome you among us here in Sfax, and we are so happy that this school will hold the signature of your university, which is an honor by itself, and I'm sure that this school will take some dimension thanks to this contribution from your honorable university and from other universities also from Africa and Europe. So again, thank you very much, and I would like to give you a round of applause for taking On va prendre une petite pause café. En fait, quelques séquences vidéo très légères. On ne va pas vous prendre davantage. Je sais que, d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Nos amis, une bonne partie de nos amis s'excusent parce que les vacances ont été assez courtes cette année, c'est-à-dire juste après le mois de Ramadan. Donc, on a pratiquement peut-être. برشا من زملائنا اللي عبروا ان كانوا يحبوا يكونوا حاضرين معنا ولكن ما تمكنوش ل كما قلت الوقت. دونك مانيش باش نشدوكم برشا، باش من بعد باش نعملوا اون بروند اون بتيت بوز كافي، ومن بعد ثم كيلكو سيكونس فيديو باش نعملوا محاوله للربط مع لورانشين يونيفرسيتي. معناها nous avons aussi un partenariat avec l'université Laurentienne لورانش في لونتاريو في سادبري. باش نحاول نعمل معها ربط مع زميلنا اللي هو عميد كلية التجارة بلورانش يونيفرسيتي بروفيسور بالعتاوني، و سي بيان سور لو كوتي تكنيك لو بيرمي، ومن بعد بيان سور اون فا فير لا كلوتور. دونك جو فوز انفيت ا اون بوز كافي اي بار ابري اون فا ريفينير تري رابيدمون. معناها نشدوكم برشا.
épanouir et développer vos compétences. Un endroit où les connaissances et la créativité façonnent votre avenir. Un endroit où vous trouverez tout le soutien dont vous avez besoin pour devenir tout ce que vous voulez être réellement. International School of Business. Vous rêvez de devenir le manager de demain, prenez votre emploi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, soyez les bienvenus pour toute information complémentaire pour l'ensemble des programmes. Je répète que nous avons la première formation en anglais pour les nouveaux bacheliers, entièrement assurée en anglais, 3 ans après le bac, qui forme des étudiants assez générales, une formation assez généraliste, c'est-à-dire que bien sûr, au niveau des options, il va y avoir des teintes spécifiques, que ce soit en finance, en marketing ou autre, selon les options choisies par l'étudiant. Donc là, c'est une première formation. Et nous avons les formations de master, MBA, Master of Business Administration. Nous avons un master en qualité, hygiène, sécurité, environnement. Nous avons un master en audit interne, conseil, système d'information, et le fameux master en CCA, comptabilité, contrôle, audit, qui prépare à la révision comptable. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions et à venir. Nous aurons tout l'honneur de vous accueillir pour toute information complémentaire. Au terme de cette rencontre, elle est quelque part cérémoniale, bien sûr, c'est pour le lancement de l'International School of Business. Je tiens à vous remercier pour l'honneur que vous nous avez accordé en venant fêter avec nous cette inauguration. Donc, je switch en arabe. Barakallahu fikoum, jna'al kul mashkourin ala hudourkoum ma'ana. نحيل الكلمة الآن لزميلي وصديقي شفيق عبيد لشكركم زادا معناها احنا nous avons deux sœurs jumelles, une en ingénierie technologie et ingénierie et l'autre en administration des affaires. Shafiq, yes. Twin. هي غير نزيد كلمة على الكلام تحبيب بالنسبة للفورماسيون نور أمريكان وقت نقول راهو بزنس فيه انجينيرينج وقت نقول انجينيرينج فيه بزنس سما ديما فما بريدج فما بونت بين لي دو بروجرام هذا سي تريز امبورتون باش بور فير بروفيتي دي زيتيديون دو لونفيرونمون بزنس اي انجينيرينج غير نستغل الفرصة لهنا عندنا كولا ريميز دي بري دي لوريا للاي اي تي بالنسبة لل العام الاولاني هذا دونك جيست كلمه خفيفه بارابور سا ونعطيو لي بري بور لي ميور زيتيديون توجه اكثر شيء المره هذه للطلبه والطالبات الاعزاء ثم ضيوفنا الكرام فانتهز الفرصه هذه تاع التدشين لتوزيع الجوائز على الطلبه المتفوقين خلال السنه الجامعيه 2012-2013 بالنسبه للمدرسه العليا الدوليه للتكنولوجيا الاي اي تي وهي فرصه تتاح لنا جميعا لتقييم ما تحقق خلال هذه السنه كامله تسمى بالنسبه لنا شنو اللي صار في السنه هذه وكيفاش نجمو نحسنوا ونشوفوا النقائص اللي كانت ولكن اللي يثلج الصدر متاعنا هو اننا ادينا الواجب ان شاء الله على الاكمل فيما يتعلق بالجانب العلمي والتطبيقي وكان الحصاد طيبا فالحمد لله لم نسجل الا عددا ضئيلا من الاخفاقات فقد انتقينا مدرسينا من ذوي الخبره الواسعه الذين أبلوا البلاء الحسن بشهاداتهم من خلال عمليات التقييم وحرصنا على الإحاطة بكل الطلبة وتتبع مسارهم لضمان أوفر ظروف النجاح والتألق فبالنسبة لمرة أخرى نقول إيه شانس اللي احنا اخترنا سباقس على أساس فيها لكمبيتانس كسسوا من أساتذة ولا من الطلبة وإلا من الصناعيين فهذه هذا علاش احنا اخترنا سباقس بالنسبة لهذا المشروع كما حرصنا على أن نزرع ثقافة التقييم المستمر وتغليب الجانب المهاري كما وضحت في الأول على الجانب المعرفي البحث في تكوين الطالب وتعد هذه الخصائص من دعائم المقاربة الشمال أمريكية في التكوين الجامعي وما نعد به طلبتنا دون إطالة أننا سنواصل على نفس النسق من الناحيتين العلمية
والبيداغوجية، وسنسعى لتحسين ظروف الحياة خاصة من خلال المشربة التي سيتم بعثها قريبا هنا، وسنكون أكثر فاعلية في العناية بالجانب الثقافي والترفيهي والرياضي إذا ما توفرت لدى طلبتنا العزيمة على إعانتنا لتحقيق ذلك خاصة للمشاركة، وهذا داخل في الفورماسيون نتاع ليتيديون تاع ليتيديون سيستيم نور امريكان. سما مش يتعلم في القسم ولكن يجب يتعلم ايضا في النوادي في الامور الترفيهيه ايضا. وامر الان الى المتفوقين وهم امنه ادريس سنه اولى هندسه صناعيه ففوقت بمعدل 16.32 فتفضل مشكورا. دي بورس ليكيفالون تاع 50% من لي فري سكولاريتي، فهي عندها الان تما شي 2500 دينار. ثم عندنا ايضا امين المسمودي سنه اولى هندسه صناعيه بمعدل 15.21. ليكيفالون تاع 30% من لي فري سكولاريتي اللي هو شاد قيمته 1500 دينار. عندنا محمد تدريش سنة أولى هندسة إعلامية بمعدل 15.57. تحضيري فيزياء وكيمياء سيف الدين العش سنة أولى تحضيري فيزياء كيمياء ما بشي في اليوم سيف الدين العش معدل 12.85 فهو هذا في سيف الباراجوا. ملاحظة وتقول راهو 12.85 في سيف الباراجوا راهو نعملو بريس في نفس الزيكزاما اللي موجودين في سيف الباراجوا سفاقس، فهذا علاش المعدل 12.85 بالنسبة لنا هو معدل ممتاز. ختاما سنعطي الكلمة للطالب أمين مصمودي، يعطي كلمة حسب التجربة اللي مر عليها في السنة هذه وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي مدير المدرسة، أساتذتي الأفاضل، حضرات الضيوف الكرام، زملاء الطلبة، تحية طيبة وبعد. يسعدني أن أتوجه إليكم بهذه الكلمة نيابة عن طلبة المدرسة العليا الدولية الخاصة للتكنولوجيا، وقد حصل لي الشرف أن كنت من بين الطلبة الأوائل الذين التحقوا بالجامعة الشمال أمريكية الخاصة شعبة هندسة صناعية بعد تخرجي من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية، أين تحصلت على الإجازة التطبيقية. وأود من موقعي كطالب أن أثمن ما تم إنجازه بهذه الجامعة خلال السنة المنقضية من خلال إبراز النقاط التالية. أولا، سياسة الأبواب المفتوحة التي انتهجتها الجامعة بعيدا عن كل بيروقراطية، الأمر الذي سمح لنا
بالتعبير عن مشاغلنا واقتراحاتنا في جو من الصراحة والشفافية. ثانيا، انتهاج مسار التقييم المستمر، حيث قمنا نحن كالطلبة بتقييم مدرسينا بكل حرية ودون خشية ردود فعل من طرف الأساتذة أو الإدارة. ثالثا، شعورنا بأن الجامعة تولي الجانب التطبيقي في تكويننا العناية الفائقة، لا أدلو على ذلك من قدوم أستاذ من كندا خصيصا خلال الفترة الأخيرة للقيام بدروس تطبيقية تكميلية في شكل مشروعين مصغرين. رابعا، الاهتمام باللغات وخاصة الإنجليزية، وذلك عبر بعث نادي الإنجليزية وكذلك عبر أنشطة ترفيهية هادفة مثل الأسبوع الذي سينتظم بقرقنا للتدريب اللغوي. خامسا، تمكين طلبة الجامعة من الاتصال المباشر بالمسؤولين الجامعيين في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، فالسيدة أندريا أولسون نائبة رئيسة جامعة جلوب يونيفرسيتي الأمريكية الموجودة بيننا نظمت ورشة عمل مع الطلبة حول التربصات بأمريكا وأعداد مشاريع التخرج وإمكانية إيجاد عائلات مضيفة لاستقبال طلبة المدرسة. بقى أن نشير أن كل هذه الجهود المبذولة لن تنسينا نواقص على مستوى الأنشطة الثقافية والرياضية التي تحتاج إلى مزيد من العناية من قبل الطلبة أنفسهم بعد أن عبرت إدارة الجامعة عن استعدادها لاحتضان النوادي وتمويلها. وأملنا كبير بعد أن تعزز جانبنا ببعث المؤسسة الجديدة المدرسة الدولية العليا الخاصة للأعمال بساقس ESB أن يقع الآتنا أكثر بالجانب الحياتي في جامعتنا حتى نوفر للطلبة أفضل الظروف والعمل الدراسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans le sens importance des soft skills, donc très important. Bien aussi, on a inchallah le barnage interne, à nous neuf, même l'intérêt de l'ASB, on va le développer. J'ai eu cette expérience auparavant avec les HEC, je le ferai de même avec l'ASB, inchallah. Le talabi, yishar bruhu, yaftakhir li yof l'ASB, ou dès que ça se développe et ça se travaille ensemble. Alors, en fait, toute inscription est en fait un engagement partagé entre nous, administration, et nos étudiants. Donc, c'est un défi partagé et nous cherchons bien sûr à relever ce défi. Je vous remercie tous pour avoir participé à notre cérémonie. Barakallahu fikum ala hudurkum wa mashkurin barakallahu fikum. Salam. Congratulations.